اللي حكوا في مستقبل برج الحمل هو جاستس فور اوف وانز ونايت اوف كابس. انا شايفه ان العلاقه هتستقر جدا في المستقبل، ممكن كمان يكون في جواز او خطوبه اي حاجه من الحاجات دي. يعني في المستقبل العلاقه فيها امل كبير قوي. جاستس ممكن تكون طالعه مع برج الميزان، انا شايفه ان انتوا زي كده هتاخدوا حقكم، يعني العلاقه هتتحسن وانتوا فعلا هتاخدوا اللي انتوا تستاهلوه. انتوا تستاهلوا تبقوا مع حد بيحبكم وبيقدركم، ده فعلا اللي انتوا هتاخدوه. تمام. نايت اوف كابس، انتوا طبعا لما تلاقوا ان الشخص ده بيقدركم وتغير وكل ده هتبداوا تقدموا له الحب انتوا كمان، يعني تمام. فده اللي جاي ناحيتكم في المستقبل. طيب اللي جاي ناحية الحبيب بتاعكم في المستقبل هو 9 اوف سوردز، 9 اوف وانز، نايت اوف وانز. تمام. ممكن تكونوا تتعاملوا مع حد برج ناري. انا شايفه ان الشخص ده في المستقبل هيكون عنده مشاكل شويه، محتاج ان انتوا تقفوا جنبه. مش عارف ينام بالليل بجد، ممكن يدخل في مرحله اكتئاب لو ما حدش وقف جنبه وخلاه يفضفض. 9 اوف وانز هو هيبذل مجهود كبير قوي في الفترة اللي جاية في المستقبل، هيكون عنده شغل كتير، مسؤوليات كتير، هيبقى محتاج راحة، فيبقى محتاج حد يساعده. تمام. فده يجي دوركم هنا بقى، بالذات لما الكارت يبقى موجود، الشخص ده يبقى محتاج مساعدة وحب، وده اللي انتوا غالبا هتقدموه له لما يثبت لكم ان هو اتغير. تمام. نايت اوف وانز، لو الشخص ده بعد عنكو في المستقبل اعرفوا ان هو ليه سبب، يعني حاولوا تعرفوا ايه السبب، لان هو فعلا فعلا هيبقى مضغوط جدا، فحاولوا تقدروه. تمام. لان هو مش هيبقى بيعمل كده من فراغ يعني. ماشي. فده اللي جاي ناحيتكم وناحيتهم في المستقبل. يلا بينا نشوف الرسائل والنصايح بتاعتكم. Express your love, religious factors, children. الكارت ده ممكن يكون معناه ان انتم متجوزين ومنكم اطفال، ده لبعض الناس. الكارت ده برضو ممكن يكون معناه لبعض الناس تانية وان انتوا تعرفوا بعض من زمان قوي، وان دي عشره كبيره قوي، يعني انتوا مش معرفه سنه مثلا ولا حاجه، لا من زمان عارفين بعض. تمام. religious factors هنا معناها ان انتوا ممكن يكون في عوامل دينيه او ممكن حتى عوامل عائليه بتاثر على العلاقه بتاعتكم، زي مثلا ان انتوا ممكن تكونوا من ديانات مختلفه، او ان انتوا مثلا في حد من العيله، ايا كان من عيلتكم ولا عيلتهم، مش موافق على العلاقه دي او عامل مشاكل. دي حاجة انتوا لازم تحلوها، ما تسيبوهاش تكبر. express your love، انتوا لازم تبينوا الشخص اللي انتوا بتحبوه. هو هيبدأ ده بعد، يعني هو هيبدأ يثبت نفسه، وده هيبان شوية في يعني قرب اخر فبراير. تمام. لما هو يبدأ يثبت نفسه انتوا فعلا هتاخدوا بالكم من كده وهتبقوا مبسوطين ساعتها. ابدأوا بينوا الشخص اللي انتوا بتحبوه وان انتوا مقدرين اللي هو بيعمله، يعني زي كده ما تحبطوهوش، يعني تقوش يعني ما تقلوش عليه بالزياده، يعني هو عشان هو فعلا هيجي عليه فتره زي ما قلت هنا في المستقبل بتاعه ان هو هيبقى محتاج الحب ده. ف فعلا ما تت يعني زي كانكم ايه، ما تتقلوش عليه بالزياده لان هو هيبقى فعلا محتاج ده قوي. تمام. بس كده. فدي غالبا الرسائل بتاعتكم. اهم حاجه المشكله اللي هنا اللي هي علاقه بالعوامل الدينيه او العوامل العائليه لازم تحلوها، لان لو هي فضلت يعني لو ركنتوها على جنب ونسيتوها هتاثر على العلاقه بتاعتكم بشكل كبير، فلازم تحلوها. تمام. فبس كده احنا كده خلصنا الفقرة دي. يلا بينا ندخل على الفقرة الثانية والأخيرة. طيب لو بتتعاملوا مع برج الحمل زيك وجاستس وكينج اوف بنتكلز، شايفه ان انتوا بتتعاملوا مع حد هو عاقل جدا، بياخد قرارات بعد تفكير طويل، يعني هو بيفكر كويس قبل ما ياخد اي قرار. وانا شايفه ان هو مستقر ماليا. انا شايفه ان الشخص ده ممكن يكون هنا بالذات لو انتوا بتتعاملوا مع شخص برج الحمل ممكن يكون الموضوع عكسي، انتوا اللي مزعلينه مش هو اللي مزعلكم. فهو هنا زي كأنه حاسس انه عايز ياخد حقه، او ان هو متضايق، هو محتاج ان انتوا يعني تثبتوا له ان انتوا احسن مثلا. انا حاسه قوي هنا ان هنا الموضوع عكسي، يعني هي انتوا اللي مزعلينه لان هو متضايق قوي منكم، هو عايز ياخد حقه. تمام. فبس يعني
لما تتعاملوا مع برج الثور، 8 اوف كابس المقلوب 10 اوف بنتكلز، الشخص ده عمره ما هيبعد عنكم، الشخص ده هيحاول بكل الطرق ان هو يفضل جنبكم، لان هو شايف نفسه في المستقبل معاكم، شايف نفسه بيبني عيله معاكم، شايف نفسه بيبني مستقبل معاكم، هو عايز يكمل معاكم، وهو في المستقبل لو انتوا كملتوا مع بعض العلاقه تبقى مستقره جدا، وهيبقى عندكم استقرار مالي، وممكن جدا باذن الله يبقى عندكم اطفال. فانا شايفه ان في امل كبير قوي ان العلاقه دي تبقى كويسه، فادوا للشخص ده فرصه. طيب لو بتتعاملوا مع برج الجوزاء كوين اوف كابس و 6 اوف وانز، انا شايفه ان الشخص ده من جواه متضايق على اللي هو عمله، ندمان وزعلان، بس هو مش بيبين كده، هو بيبين العكس، يعني هو بيبين ان هو كويس خلاص ما بيجيبش سيره الموضوع، بس هو من جواه بيفكر في الموضوع كتير. فانتوا يعني هو هيحاول يثبت لكم ان هو كويس وان هو اتحسن، بس انتوا زائد انكم ايه ما تفضلوش كل شويه تفكروا ان هو زعلكم، يعني ما تذلهوش من الاخر، لان هو مش محتاج ذل اصلا، هو لوحده متضايق. لو بتتعاملوا مع برج السرطان 3 of cups و 7 of pentacles، انتوا بتتعاملوا مع حد زي كده كل شويه بيحاول يفرفشكم، كل شويه بيحاول يطلعكم بره مود الزعل، بره مود ان انتوا زعلانين منه، كل شويه بيحاول يحسسكم ان العلاقه حلوه وكويسه، بس انتوا مش بتستجيبوا خالص، فهو بدأ يفقد الامل، بدأ يفقد الامل في الموضوع، اللي هو انا بحاول افرفشهم، بحاول اخليهم مش زعلانين، بحاول اخليهم مبسوطين معايا، بحاول ابسطهم باي طريقه، بس هم مش مبينين حتى ان هم مبسوطين، كل ما اعمل حاجه احسهم متضايقين اكتر، هما بدأوا يفقدوا الأمل. فلو انتوا بتتقالوا عليهم انا شايفة ان انتوا يعني كفاية، لأن هما خلاص هيبدأوا يزهقوا، يعني مش يزهقوا خلاص، فقدوا الأمل مش هيحاولوا تاني. تمام، لو بتتعاملوا مع برج الاسد 3 اوف كابس و7 اوف سورز، شايفه ان الشخص ده اتجرح قوي لما بعد عنكم، لما انتوا الاثنين اتخانقتوا، فهو قرر يحارب عشان العلاقه دي، قرر يحارب ويعافر عشان العلاقه دي، فهيعمل مهما كان انتوا عايزينه هيعمله عشان يثبت لكم ان هو يستاهل. تمام، فبس كده، يعني مفيش كلام اكتر من كده، الشخص ده هيفضل وراكم لحد ما انتوا الاثنين تتصالحوا. تمام، لو تتعاملوا مع برج العذراء Page of Swords و The Devil، أنا شايفة إن أنتم متعلقين بالشخص ده قوي، وأنا شايفة إن هو ممكن يكون أصغر منكم في السن، أنا شايفة إن أنتم بلاش تكملوا مع الشخص ده، لأن هو عنده صفات سلبية كتير وهو ما بيتغيرش. تمام، يعني أنتم متعلقين بحد ما بيتغيرش، كل شوية يقول لكم أنا هتحسن وأنا هعمل، وفي الآخر ولا حاجة، ما بيحصلش أي حاجة، وأعتقد إن الكلام ده أنتم هتعرفوا إن هو حقيقي، لأن هتبقى حصلت معاكم قبل كده. تمام، حصلت إن هو يقول كلام وفي الآخر ما بيعملش بيه، هو بق يعني، فمش شايفة ان انتوا تكملوا مع حد زي كده. لو بتتعاملوا مع برج الميزان King of Wands و Ace of Swords، انا شايفة ان انتوا تتعاملوا مع حد عنده اصرار قوي، فانا شايفة ان هو يعني انتوا يعني اللي انا عايزة اقوله ان هو دلوقتي انتوا الخناقة اللي حصلت كانت بسبب ان هو كذب، تمام، كذب عليكم، فهو دلوقتي قال لكم ان هو عمره ما هيكدب عليكم، انا شايفه ان هو اللي هو قاله ده فعلا هيحصل، هو مش هيكدب عليكم تاني، هو هيحاول يبقى صريح معاكم على قد ما يقدر، لان انا شايفه ان هو شخص عنده اصرار جامد قوي، فلو هو مصر ان هو يخلي العلاقه دي تكمل يبقى هو فعلا مش هيكدب عليكم، انا شايفه ان هو فعلا مصر، فاهم يعني، باين من الكارت ده، فانا فعلا شايفه ان انتوا تصدقوه وتدوله فرصه يعني. طيب لو بتتعاملوا مع برج العقرب، سبحان الله ذكرت برج العقرب Death و Ace of Wands، انا شايفه ان الشخص اللي هيعرض عليكم بدايه جديده، بدايه كلها شغف، بدايه كلها حب، وانا شايفه ان البدايه الجديده دي تبقى سعيده جدا، يعني شايفه ان انتوا فعلا توافقوا عليها، الشخص ده خلاص هيفتح صفحه جديده معاكم، هيتغير 180 درجه، هتلاقوا نفسكم بتتعاملوا مع شخص تاني، اهم حاجه بس ان الشخص ده يفضل ما يرجعش لطباعه القديمه، لو رجع لطباعه القديمه ابعدوا عنه. تمام، بس اهم حاجه ان هو يعني انا مش حاسه ان هو هيعمل كده، بس لو عمل كده ابعدوا عنه. لو تتعاملوا مع برج الكوست تو اوف وانز وذا هاي بريستس، انا شايفه ان الشخص ده عنده حاجات كتير انتوا ما تعرفوهاش عنه، يعني انتوا لسه ما تعرفوهوش كويس قوي كده، انتوا لسه زي كانكم مرتبطين جديد قوي، يعني الشخص ده لسه انتوا ما تعرفوش كويس، ولا هو يعرفكم كويس، انتوا ما تعرفوش حتى كل حاجه عن حياته. فتو اوف وانز الشخص ده زي كانه محتار، هل هو هيحارب عشان العلاقه ولا لا، هو حتى لسه ما قررش اصلا. تمام، فانا شايفه ان انتوا قبل ما تقرروا كل شويه تسامحوا الشخص ده على غلطاته، اعرفوه كويس الاول، يعني ممكن هو طبعه ان هو ما بيتغيرش. تمام، يعني شوفوا كده من المواقف اللي حصلت، حاولوا تجمعوا معلومات كفايه عن شخصيته عشان تقرروا انتوا عايزين تسامحوه ولا لا. تمام، لان مش شرط يتغير.
لو بتتعاملوا مع برج الجدي، انا شايفه ان الشخص ده هيعمل كل اللي في ايديه ان هو يصلح العلاقه، ان هو شايل هم، شايل المسؤوليه ان هو الغلط كان غلطه فهو اللي هيصلحه، فدي مسؤوليته هو، ده اللي هو شايفه وده اللي هو مقتنع بيه. انا شايفه ان الشخص ده خلاص بان على حقيقته، انتوا عرفتوه كويس وش وظهر، يعني زي كانكم قريتوا كتاب من وشه لظهره، خلاص انتوا عرفتوا كل صفات الشخص ده، فهي الفكره ان انتوا خلاص هتقبلوا بكل عيوبه وتستحملوه على كده ولا لا، تمام؟ عشان لو مش هتستحملوا كل عيوبه يبقى بلاش تكملوا معاه اصلا. بس من ناحية التغيير هو مقرر يتغير. لو تتعاملوا مع برج الدلو، The Hierophant و The Hermit، طيب الشخص ده هيبقى مخلص جدا ليكو، بس انا شايفة ان الشخص ده هيعوز شوية وقت بعيد عنكو يقرر هو عايز ايه في الدنيا، يعني هو مشتت شوية، ما بيعرفش ياخد قرارات، ممكن حتى ما يكونش عنده اهداف في حياته، يعني يكونش عنده خطة، يكون ماشي فيها كده اللي هو زي ما ربنا ربنا يجيبه حلو يعني. فالشخص ده هياخد فترة كده شوية بعيد عنكو ويقرر هو عايز ايه بالظبط. هل هو عايز اصلا في المستقبل مثلا يكون مرتبط، يعني يكون مرتبط مثلا، ولا هو مش عايز يتجوز اصلا، ولا هو عايز ايه اصلا، هو مش عارف، تمام؟ بس من ناحية الحب هو بيحبكوا جدا وهيبقى مخلص جدا ليكوا، يعني مش شايف ان هو ممكن حتى في احتمال ان هو يخونكوا يعني. تمام. لو انتوا مع حد اصلا خانكوا قبل كده فاكيد انا مش بتكلم عليكم، بتكلم على حد تاني. بتكلم على حد عمرهم ما عدوا بحاجه، يعني عمرهم ما عدوا بخيانه اصلا، فده مش هيحصل يعني. فاللي ما عدوش بخيانه مش هيعدوا بخيانه، تمام؟ فده هيرمت هنا هو هياخد شويه وقت عقبال ما يقرر هو عايز ايه، بس هو عمره ما هيكذب عليكم ان هو مثلا يقول لكم ان هو عايز يكمل معاكم وهو من جواه لا، مش هتحصل، تمام؟ لو بتتعاملوا مع برج الحوت، 8 اوف بنتكلز وكينج اوف سوردز، طيب انا شايفه ان الشخص ده هيحاول يبذل مجهود ان هو يكون احسن، ان هو يرضيكوا، في نفس الوقت هو برضه بيبذل مجهود في شغله، زي كأنه عنده هدف عايز يوصله في الشغل، ترقيه ولا حاجه، عنده هدف كده. كينج اوف سوردز، بس يعني اللي هو ايه، هو هيبذل مجهود عشان يصالحكم، بس هيستنى منكم ان انتوا تقدروا المجهود ده، اللي هو ان انتوا تقدروا المجهود، تقول لهم مثلا ان انتوا مقدرين اللي حصل ده او كده. لو مثلا جيتوا في يوم من الايام وقلت لهم مثلا، جبتوا سيره الخناقه دي، ما يقول لك لا ما انا عملت كذا وكذا عشان اصالحك ولا اصالحك، انتوا مش مقدرين، انتوا مش عارف ايه، يعني فاهمين هم هيعملوا كده، فهم هيبقوا مستنيين كده، يعني مستنيين ان انتوا تقدروا اللي هم بيعملوه.